السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع مجددا في قناة شهوات أم زينة. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، دائما مع الوصفات السهلة والبسيطة اللي تصلح الفطور تصلح نكوتي. الوصفة ديال بنيه اللي كل شيء كيعشق الكبير والصغير، رائعين. عملتهم معكم أنا اليوم بالنوتيلا أو لا بالسكر كيفاش ما بغيتوا تعملوهم، طريقة رائعة وناجحة. كيجيو مزيونين ما شاربين شي زيت، تقدروا تعدلوهم في الدار لوليداتكم وبحال اللي قلت الفطور أو الكوتي. تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر باش تشوفوا معايا جميع المراحل طريقة كيفاش كنعدلو انا، يجيكم رائع ان شاء الله. وفضلا وليس امرا انضموا الى قناة شيوات ام زينة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك، وكذلك ما تنسوش تخليو تعليق اسفل الفيديو وبرتجوا الفيديو مع اصحابكم وحبابكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبسم الله نبداو مع الطريقة ومع المراحل. المكونات دائما بسيطة باش نعدلو وصفة رائعة نفرحو بها وليداتنا. المكونات اللي عندي هنايا كاس، عبرو بالكاس ديال العنبة، كاس ديال الحليب دافي، جوج صفار ديال البيض، بيضة مكمولة، 40 غرام ديال الزبدة مدوبة، جوج مغارف كبار ديال زيت المائدة، مغرفة ونص أو جوج مغارف كبار ديال السكر، وعندي هنايا قبيصة ديال الملح وحشوية ديال الملح، والخميرة 11 غرام. بالنسبة للدقيق، الكاس اللي عبرت به الحليب هو اللي عبرت به ثلاثة ديال كيسان ديال دقيق وجوج مغارف كبارين. ودائما حيدوا واحد الشويه، مثلا هاد جوج المغارف اولا زيدوا عليهم، حيدوهم دائما على جنب وانتم كتعجنوا عينكم مع العجينه، لان الدقيق كيختلف. بحال انا غنحيد هاد الشويه هنايا، غادي نحيدو هو على جنب، منكم كنعجن غادي نبدا نزيدو في الاخر شويه بشويه، او فانيليا او برش الليمون على حسب المتوفر. اول حاجه في العجانه وتقدروا تعجنوها بيدكم، غنعمل السكر هنا، غنعمل عليه ديك اللحم الحليب، قلت اللحم الحليب اللي سخون، وغادي نزيد عليه هنايا الخميره، وغادي نخليهم واحد 5 دقائق يتفاعلوا على ما نوجد المكونات اخرى. هاد قبيصة الملح غادي نعملها في الدقيق، وغادي نجي نخلط مكونات اخرى على ما ديك الخميره تفاعل مع الحليب والسكر. غنعمل هنايا الزيت وديك البيض، صفار جوج ديال الصفار وحده كامله، الفاني هنايا عملوا فاني زايد، البنيه كيجي مزيون بالفاني. انا هنايا تقاضى لي شوفي غير شويه، غادي نكمل ببرج ديال الليمون، وغنعمل هذيك 40 غرام ديال الزبده مذوبه، وغادي نحط واحد القشره ديال الليمونه. بحال اللي قلت اذا فاني متوفر عملوا فاني بزايد، البنيه كيجي مزيون ملي كيكون فيه النكهه ديال فاني مغلبه. هنايا انا حكيت هذه الليمونه وتقدروا تعملوها حتى هي اختياريه. غادي نخلط هذه المكونات هادو بحال اللي قلت على ما يوجد لنا على الخميره ما تفاعل غير شويه، حيت حنا باقيين غادي نعجنوهم وغادي نضيفهم على ديك الخميره بعد ما تفاعلت. وغادي نبداو هنا نزيدو دقيق، يعني ساهله حتى اللي غادي يعجنوها بيدهم، مكونات كامله مع بعضيتها وعجن وصافي. غادي نعمل المعجنه هنايا، غنحني للسرعه غير باش الدقيق ما يترشي، وغادي نخليها كتخدم وانا كنزيد هذيك الكميه ديال الدقيق شويه بشويه. شوف شوف ماما، شوف شوف هنايا بحال اللي كتشوفوا معايا العجينه تقريبا ما باقيش يخصها بزاف. غادي نبدا نزيد بحال اللي قلنا شويه بشويه هنا، ونشوف تقريبا ما غنحتاجوش كامل، غيبقاو لي واحد جوج المغارف كبارين. العبار ديال الدقيق تقريبا 400 غرام ديال الدقيق. صافي العجينه بالنسبه لي هي هذه، خصها تكون كتلصق بحال العجينه ديال البريوش تقريبا، خصها تكون هايده خفيفه كتلصق، لان باقا ملي كتزيد تخمر راه كتزيد تشرب العجينه. صافي هذا الشكل ديالها، شوفوا معايا إيلاستيك وكتلصق. غادي نغطيها هنايا بالبلاستيك غذائي، او انا بحال دابا انا تقاضى لي بلاستيك غذائي، انا قربت نسافر فكلشي تقاضى وما كنجيبش اللي كتقاضى ما كنجيبهاش. فصافي غادي نغطيها بلاستيك هنا، وغادي نغطي بفوطه، وغادي نخليها تخمر واحد ساعه ساعه ونص قد ما خليتوها تخمر. يا ماما ساعه ونص، صافي قلتها لهم قد ما خليتوها تخمر مزيان قد ما يجيكم بنيه مزيون. ها هو هنايا شوفوا هنايا بعد ساعه ونص كيفاش كيطلع. غادي نحيدو من هنا، نخرج الهواء اللي فيه. صافي مزيان هيدا. نخرج الهواء وغادي ندوزو نطلقوها بالمطلق. يعني هي هي سهله، ولكن غير الوقت ديال الخمير هو اللي كيدير الوقت. يعني عدلوها مثلا نتوما في الصباح كتوجدوا الغداء وكتجمعوا الدار، عدلوها وخليوها تخمر على خطره باش مور الغداء تنوضوا مثلا وتقليوهم للكوتي ولا شي حاجه ولا مهم. ديما ديك الوقت الخمير عملوه وانتم كتكونوا كتعملوا شي شغل اخر، باش على ما كتساليو شغلكم كتساليو حتى البني. خليني نهضر ماما الحبيب ديالي. هنايا طلقتها بالمطلق، العرض ديالها غادي نوريكم السمك ديالها، هنا تقريبا واحد 7 ولا 8 ملي. خلينا ماما يطيب النعاس وغادي يبدا يهرني لي في الفيديو.
غنجيب هنايا الصينيه اللي غادي نعملو ميخمرون فيها، نرش عليها شويه الدقيق باش ما يلصقوشي، وغادي نجيب قطاعات عندي هنايا القطاعه هذه وهذه، هذه شويه كبيبر على اخرى، فغنستعمل هذه لان باقي كيخمروا فكيزيدوا بحال اللي كيصغاروا يعني كيزيدوا طلعوا، فغنستعمل هذه كبيبره تقريبا فيها واحد 8 7 او 8 ديال السنتي. غنقطع الدوائر هانا هان 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 هان، وغادي نعملو في الصينيه اللي غادي نعملوها تخمر بهذا الشكل هذا، وهادو الاجزاء غنجمعوهم حتى هما ونعاودو نطلقوهم بالمدلك ونقطعو الدوائر ديالنا ونغطيوها ونخليوها تخمر واحد نص ساعه المكانه ساعه الا ربع على حسب درجه الحراره اللي عندكم في الدار. هنا بعد ما خمرت كنعمل الزيت يسخن، الزيت خليوه حتى يسخن ومن بعد كتحنيو عليه البوطه موسطه، ما تعملوهاش حانيه بزاف المسوله كيشرب لكم الزيت، واذا عملتوها عاليه بزاف غيتحرق لكم يبقاو لكم خضر، فالعافيه سخون الزيت ومن بعد كتحنيوها لدرجه الحراره متوسطه او تحت متوسطه شويه. كنبداو هنايا نقليوهم دويا كيتقلاو وما كيشربوش الزيت صدقوني نهائيا، كيجيو رائعين. هنايا بحال اللي كتشوفوا هنا كنقليهم دغيا كيتقلاو ما كيديوش الوقت، هما الوقت الوحيد في الخمير فقط، اما زعما التوجيد ديالهم ولا الطياب ديالهم بسرعه. صافي غادي نكمل الكميه ديالي كامله بهذا الشكل هذا، دغيا قليتهم وساليتهم كنقلبهم غير كيتحمروا شويه من فوقي كنقلبوهم وصافي. بحال اللي قلت لكم الزيت ما تعملوش يسخن بزاف، هذا الشكل ديالهم مش كيفاش كيجيو من داخل، نقطه الزيت ما فيهمش، راح تشوفوا معايا حتى ملي غادي نجي هنايا نعمل لهم السكر، السكر ما كيبغيش حتى يشبر فيهم لان ما كاينش الزيت، شوف ناشفين شوف بالدرع باش السكر كيشبر فيهم، فصراحه كيجيو مزيونين بزاف صدقوني غادي يعجبوكم وغيعجبو حتى وليداتكم. الحاجه ديال الدار حسن ما تشيلو من الزنقه كيكون الزيت محروق في الزنقه وهذا، فمن الافضل عدلوها لهم في الدار. هنايا بعد منهم غنعمل لهم غير السكر وبعد منهم غنعمل لهم النوتيلا، عملتها هنايا في جيب الحلواني وغادي نحشيهم بالنوتيلا من داخل. كيبقى لكم اختيار، تقدروا تستعملوا كونفيتور، تقدروا السكر، تقدروا تخليهم حتى ما فيهم والو كيجيو لذادين، ديك الطعم الفانيليا فيهم صراحه روعه. كنتمنى يكونوا عجبوكم وجربوهم لان كيستحقوا التجربه. شوفوا معايا كيفاش كيجيو من داخل. هانا هانا خلينا نساليو فيديو ماما. ها ها والطعم ديالهم كيجي مزيون بزاف. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى تكون الوصفه جاتكم سهله ومبسطه، وجربوها وتعطيوني الراي ديالكم كيفاش جات لكم، ان شاء الله تنجح لكم وتعجب اللي غادي يذوقكم كاملين ان شاء الله يا ربي. نبقى لي غنقول لكم حتى الوصفه اللي ما جات دائما انتظروا وصفات جديده على قناه شيوات ام زينه، واللي اول مره كيلتحقوا بالقناه كنقول لهم مرحبا بكم قناه شيوات ام زينه، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس، ودائما وصفات جديده. نبقى لي غنقول لكم مع السلامه.